السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم يا مرهم، دعاء، عبير، مرحبا. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ الحمد لله، الحمد لله. في ممتاز. ممتاز جدا. لأن بعض الثواني فقط لحد أن يلتحقوا بنا زملائكم وزميلاتكم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم سوف نكون مع بعض في هذا اللقاء الحي الثالث في مقر نظم معلومات إدارية دار 436 مستوى ثالث في دار طعمان. إذن إن شاء الله اليوم سوف نحاول أن نتحدث على بعض النقاط، يعني سوف نتحدث إن شاء الله على العلاقة بين المنظمة ونظم معلومات، ايضا عن اهم التغيرات الرئيسيه التي اتت بها نظم معلومات للمنظمه، ثم سنتحدث يعني على العلاقه ما بين البيانات والمعلومات والمعرفه والفرق فيما بينهم، والفرق بين معرفه صريحه ومعرفه ضمنيه، وسننهي بطبيعه الحال هذا اللقاء ان شاء الله مع يعني اعطاء تعريف لنظم المعلومات ونظم المعلومات الاداريه والفوائد بتاعها وخصائص جودتها المعلومات. إذا هذا بحول الله العناصر تقريبا التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله يعني في هذا اللقاء الحي، وهي يعني إن أردنا يعني يمكن أن يعني نقول أني تتحدث عن المحاضرات المرئية الثانية أو الثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة. إذا قلنا الأسبوع الماضي أنه يعني قلنا أن الأسبوع الماضي أنه بطبيعة الحال هل يمكن أن ننظر المنظمة كنظام؟ قلنا نعم، وهي نظام مفتوح. أيضا قلنا هل يمكن أن ننظر إلى نظم معلومات كنظام؟ قلنا نعم، وهي يعني نظام مفتوح. إذا السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك علاقة بين النظام بين المنظمة ونظم المعلومات؟ الإجابة نعم. إذا هم جدا هنا انتبهوا، يعني بطبيعة الحال إجابة نعم، هناك علاقة بين المنظمة ونظم المعلومات، وهذه العلاقة ممتازة جدا يا بشرى، هي علاقة تبادلية. إذا فهي علاقة تبادلية. ما معنى تبادلية بطبيعة الحال؟ يعني المنظمة تعطي شيء لنظم المعلومات، ونظم المعلومات يعطي شيء للمنظمة. فالمنظمة مثلا تعطي لنظم المعلومات كل ما يهم القواعد، القوانين، الإجراءات، الاستراتيجيات. بينما نظم المعلومات تعطي للمنظمة الأجهزة، قواعد البيانات، اتصالات والشبكات، وأيضا عنصر هام جدا وهي البرمجيات التي يعني تكون عنصر من يعني هام من نظم المعلومات، وهذه البرمجيات هي التي تربط ما بين نظم المعلومات والمنظمة. يعني فمن هنا بطبيعة الحال سوف نستعمل قواعد والقوانين والاجراءات في مجال البرمجيه حتى. صح ولا لا؟ نعم، تكتب بشكل برمجيات، ممتاز جدا يا بشرى، رائع جدا. اذا ان اردنا يعني يمكن ان نقول ايضا انه اي تغير من جهه ما سوف يحدث تغير في الجهه الاخرى. يعني ان تغيرت مثلا القواعد او القوانين او الاجراءات سوف نغير في انظمه المعلومات وخاصه في البرمجيه. والعكس ايضا، فيمكن مثلا أن المنشأة المستثمرة يعني خاصة يعني الـ الـ يعني لما يكون الـ يعني الأنظمة وتكنولوجيات المعلومات متطورة جدا وتطورت واستثمرنا في هذه الأنظمة والتكنولوجيات الجديدة، فهذا يمكن أن يحدث تعديل في الهيكل التنظيمي. الهدف منه هو استيعاب جميع العمليات التشغيلية الضرورية. إذا فيمكن أصلا أن يغير في شكل الهيكل التنظيمي داخل المنظمة، فسننتقل مثلا من الهيكل التقليدي الهرمي إلى هيكل جديد، هيكل مسطح
يعني يكون اقل يعني المستويات يعني اقل مستويات موجوده يعني في الهيكل التنظيمي هذا الجديد. اذا هذا في مقطع اجماليه عن العلاقه بين المنظم ومنظم المعلومات، وهم جدا وقلنا وهي علاقه يعني تبادليه. نعم نعم يا مدهم، هي اقل تعقيد ومستويات اداريه وروتين بطبيعه الحال. ممتاز جدا. اذا بما اننا تحدثنا وقلنا انه نعم هناك علاقه بين المنظم ومنظم المعلومات وهي بالاساس علاقه تبادليه لكنها ايضا نمطيه، وفسرنا ما معنى ان تكون نمطيه ايضا. يعني هنا بطبيعه الحال نلاحظ انه انظمه المعلومات وتكنولوجيات المعلومات اتت بالعديد من التغيرات الى المنشات. قد اتت بالعديد من التغيرات للمنشات. من اهم هذه التغيرات، من اهم هذه التغيرات وهنا اهم جدا انتبهوا جيدا، يعني لازمكم تعرفون هذه التغيرات، من اهم هذه التغيرات انها جعلت المنظمه اكثر انبساطا. هذه نقطه اولى. ايضا فصل العمل عن الموقع، اعاده تنظيم انتيابيه العمل، ايجاد طرق جديده للتعاون، هذه المرونه في المنظمه. ان اردنا بطبيعه الحال سوف نعطي فكره سريعه ما المقصود انه جعلت مثلا كل يعني تغير هام الذي يعني ان اردنا يعني اثر على المنظمه وغير فيها العديد من الاشياء. قلنا من بينها اولا يعني نحاول نفسرها وانتبهوا جيدا، هام جدا هذوما، يعني جعلت المنظمه اكثر انبساطا. بطبيعه الحال ما معنى جعلت المنظمه اكثر انبساطا؟ يعني ان اردنا يعني المنظمات المسطحه كلاكينج اورجانيزيشن، فهنا يقل عدد المديرين المشرفين في المستويات الادنى، فيصبح العاملون يملكون سلطات اكبر من الماضي. لماذا؟ لان المنظمات بدات تعطي سلطات اكبر في اتخاذ القرار، والعمل اصبح بطبيعه الحال لا يتكلم بما عامل فيه قضاء يعني العديد من الساعات او ساعات متواصله في العمل يوميا او العمل الزاميا داخل المكتب. فهنا المديرين اصبحوا يملكون مستوى واسع من المراقبه، ايضا تسمح لهم بمستوى عال من الاداره ومراقبه عدد اكبر من العمال، ويمكن اليوم ان يكونوا منتشرين في مسافات متباعده او شاسعه، وهذا لا يعني مع الانظمه التكنولوجيه المعلومات يعني لا يمكن ان يكون عنده تاثير كبير جدا. اذا هذا التغير الاول وهي جعلت المنظمه اكثر انبساطا. واضحه لا؟ تمام جدا، ما يلزمنا نعرف. ثانيا ان اردنا من اهم التغيرات التي اتت بها نظم معلومات المنظمه وهي فصل العمل الموقع. فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطبيعه الحال الغت هذه المسافات مثل العمل عن بعد او التعليم عن بعد. ايضا ان اردنا المثال يعني ان اردنا يمكن ان ناخذه هنا منهم ايضا التعليم عن بعد. فيعني بطبيعه الحال التكنولوجيا الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الغت كل هذه المسافات العديد من الاعمال ان اردنا، وفي العديد من المحطات، وزادت من امكانيه العمل عن بعد. فاصبح مثلا مندوبي المبيعات اصبحوا ياخذون وقتا اكبر، مثلا لو اخذنا في المجال التسويقي يعني مع العملاء الدعم ومع المستهلكين بعيدا عن موقع العمل. ويعني التواصل ان اردنا ما بين يعني المندوبين مثلا لما اخذت هذا المثال والاداره حقه يعني يكون يعني سلس ويمكن ان يعني يشركونه في العديد من المواضيع ان اردنا. ثالثا او مثل الحاصل فيما بيننا في مجال التعليم عن بعد امثله عديده وعديده جدا. ثالثا اعاده تنظيم تدفق العمل. اعاده تنظيم تدفق العمل فنظم المعلومات ساعدت كثيرا في اعاده هندسه العمليات واحلال الاجراءات المعتمده. المقصود بالمعتمده هي الاوتوميشن، يعني خلينا نقول تعتمد على حاسب الالي، يعني عمليه الاحلال يعني تغيير مثلا العمل اليدوي والورقي الى عمل الي، او هنا يمكن ان نقول ان الهدف منه هو اختفاء الاوراق والروتين اليدوي، وهذا بطبيعه الحال ادى الى تحسين اداره تدفق العمل وتحسين خدمات المستهلكين في نفس الوقت. النقطه الرابعه ان اردنا وهي زياده المرونه في المنظمات. زياده المرونه في المنظمات، فقد ادى التطور التكنولوجي في الاتصالات الى زياده المرونه في المنظمات،
وساعد ذلك في زيادة قدرتها على الإحساس بالتغير، التعرف على أماكن التسوق، اقتناص الفرص الجديدة، يعني التعامل أكثر مع المنظمات فيما بينها، الكبيرة مع الصغيرة والصغيرة مع الكبيرة إلى آخره. أيضا من أهم التغيرات الرئيسية التي أتت بها نظم معلومات المنظمة وهي إعادة تحديد الحدود التنظيمية، أو إن أردنا إيجاد طرق جديدة للتعامل. فنظم المعلومات أصبحت تسمح للشركات بالتعامل مع بعضها البعض عبر مسافات بعيدة. فنجد مثلا الأعمال التجارية مثل أوامر الشراء، الدفع، الدفع الإلكتروني بطبيعة الحال، فهذا كله بطبيعة الحال يقلل من كلفة الحصول على المنتجات والخدمات من خارج الشركة. ويمكن في نفس الوقت أن نتشارك بطبيعة الحال مع يعني الشركاء بتاعنا، مع الموردين بتاعنا، مع العملاء بتاعنا في مجال في عدة بيانات من بينها الكتالوجات، البريد الإلكتروني إلى آخره. يعني هذا إن أردنا أهم التغيرات الرئيسية التي أتت بها نظم معلومات إلى المنظمة. على هذا واضح شباب؟ هل من جدنا دوما أنتم تعرفون؟ ممتاز جدا الأمر صحيح. إذا كنا تحدثنا قلنا أن المقرر نظم المعلومات الإدارية، نظم المعلومات الإدارية، إذا تحدثنا على النظام، تعريف النظام، يعني هو المصطلح هذا متكون من ثلاث كلمات، تحدثنا عن الإدارة والإدارة وبدأنا نتحدث عليها، ثم تحدثنا عن النظام، مفهوم النظام، نظرية النظم، يعني تصنيفات النظم، نماذج النظم إلى آخره. الحين سوف نتحدث عن المعلومات، قلنا معلومات بطبيعة الحال لكن نتحدث البيانات و المعرفة أيضا، يعني الثلاث خلينا نقول مصطلحة هامة وهامة جدا في مجال نظم المعلومات الإدارية. إذا قبل ما نبدأ بطبيعة الحال لازم نقدم نقول أنه يعني بطبيعة الحال لو نأخذ يعني تقسيم الثلاث مصطلحات هذه أو الثلاث عناصر هذه في السلم الهرمي التقليدي بالنسبة للمنشأة نلاحظ أنه مثلا على المستوى التشغيلي، على المستوى التشغيلي يكون فيه بطبيعة الحال جميع المدخلات اللازمة وهي تكون في شكل بيانات، وحتكثر ما معنى بيانات بطبيعة الحال هذه البيانات تكون بطبيعة الحال يعني غير منظمة، تكون يعني لا تعطينا معنى وهي مفردة إلى آخره. يعني إذا خاصة لهنا القيمة متاحة هنا تكون منخفضة بالنسبة إلى المعلومة وبالنسبة إلى المعرفة، وأيضا المعنى متاحة بطبيعة الحال إن لم تعالج بالنسبة للبيانات فهي تكون بطبيعة الحال معنى متاحة منخفض. لكن كلما حللنا وصنفنا ونظمنا هذه البيانات كلما بطبيعة الحال تحصلنا على معلومات، وهذه المعلومات يمكن أن تفيد بطبيعة الحال الإدارة، يمكن أن نركز عليها لأخذ قرارات، وهذا بطبيعة الحال إما على المستوى الإداري أو أيضا على المستوى المستوى الاستراتيجي. ثم بطبيعة الحال على مستوى الإدارة العليا فنحن مطالبين بالحصول على معارف، المعارف هذه النولج إن أردنا هي التي تعطي قيمة للمنظمة ككل، وهي التي تعطيها الميزة التنافسية، وهي على أثرها يمكن أن نتخذ القرارات الاستراتيجية. إذا كل ما طلعنا على السلم الهرمي كل ما ارتفعت يعني أصبحنا نتحدث أكثر ليس على بيانات فقط بل على معلومات وأيضا على معرفة، فهنا المعرفة بطبيعة الحال يكون معناها مرتفع والقيمة متاعها مرتفعة. إذا ما معنى بيانات؟ ما معنى بيانات؟ أظن بدأت أعطيكم بعض التعريفات، هام جدا أن نعرفوا المعنى هذا ونعرفوا ما معنى بيانات. إذا البيانات هي شكل ظاهري لمجموعة حقائق غير منظمة، يمكن أن تكون حقائق أو تصورات في شكل أرقام، كلمات أو رموز، لكن لا علاقة بين بعضها البعض، وخاصة لا تعطينا معنى وهي منفردة. يعني إن أردنا أيضا هي الشكل، هي وصف أولي للأشياء والمعاملات، وهي مسجلة ومصنفة ومخزنة لكنها غير منتظمة لتعطينا معنى محدد. يعني دائما نقول لو مثلا طلبت منكم أعطيتكم استبانة وجمعت في الاستبانة مثلا نريد أن يعني مثلا نختار لون معين أو أكلة معينة، لو أعطيتكم استبانة وقلت ما هي الأكلة المفضلة عندكم وأعطيتكم خيارات بطبيعة الحال، لو أخذت كل استبانة لحالها يعني مثلا عادي يحب ما بعرف ايش اللون الاخضر، صالح يحب اللون الاحمر الى اخره، لو اخذت بصفه منفرده فلن تعطينا معنى بطبيعه الحال.
وهذا هو المعنى الأساسي للبيانات. ما معنى بيانات؟ يعني هي وصف الأول للأشياء يمكن تكون مسجلة مصنفة محدد لكنها غير منتظمة كي تعطينا معنى محدد. إذا كيف تعطينا معنى محدد؟ هل يعني أنه مثلا البيانات ليست هامة؟ لا بالعكس، فالبيانات هامة وهامة جدا 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 إن أردنا. إذا لكي نتحصل على المعلومة وجب أن نرجع لهذه البيانات ونعالجها. إذا نحن حين سنتحدث على معنى المعلومة، فالمعلومة إذا وهذا جدا هي بيانات تمت معالجتها، تم تصنيفها وتحليلها وتنظيمها وتلخيصها بشكل يسمح باستخدامها والاستفادة منها حيث تصبح ذات معنى. وبطبيعة الحال لما يكون عندك شيء ذات معنى فيمكن أن نركز عليه، ويمكن إن أردنا أن نتخذ القرارات على أساسه. واضح أم لا؟ واضح الفرق ما بين بيانات ومعلومات أم لا؟ ممتاز ممتاز. إذا في شيء هام جدا، حق لكم سؤال يعني هام جدا، هل ممكن أن مثلا تكون معلومات بالنسبة لشخص ما تكون هي بيانات هي نفسها بيانات لشخص أو جهة أخرى؟ هل هذا ممكن؟ كيف لا يمكن؟ كيف لا يمكن؟ حقيقي مثال يا نوف، بطبيعة الحال ممكن ممكن ممكن. حفصلك. إذا لابد هنا من التأكيد أن المعلومة بالنسبة لشخص ما يمكن أن تكون بيانات بالنسبة لشخص آخر أو بجهة أخرى. مثلا لو افترضنا أنني أريد أن أشغل بعض الموظفين، مثلا يعني يأتوني موظف أو اثنين عندي سوف يشتغل في الشركة بتاعي، مثلا سوف مثلا أقول له يعني أنت ستشتغل عندي كمدير تسويقي براتب 20,000 ريال، ومهمتك سوف تكون كذا وكذا وكذا، وبطبيعة الحال أعطيه كل المعلومات اللازمة وأنتظر منه الخرق. إذا بالنسبة لعلي كل ما أعطيته إياه الراتب والمهمة وكله، هل بالنسبة إليه هذه معلومات أم بيانات؟ معلومات رائعة جدا، إذا فهي معلومات لأنه على إذن علي سوف ياخذ قراره ويتخذ قراره، اما بالعمل عندي في الشركه او برفض هذا العمل. نفس الشيء مثلا اتحدث لمحمد، يا محمد انت ستشتغل عندي كذا 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 الى اخره، براتب كذا كذا الى اخره، فنفس الشيء هي معلومه بالنسبه لي، نفس الشيء مثلا لزيد الى اخره. لكن الحين نفس هذه المعلومات سوف احطها في جدول، وحط مثلا المهام لكل موظف عندي، وأعطي هذا الجدول إلى إدارة الرواتب. فبالنسبة لإدارة الرواتب هذه تكون معلومات أم بيانات؟ رائعة جدا يا فهد، هي بيانات، هي بيانات. لا هي راح تفيد يا مثلا، لا لا بالعكس هي راح تفيد. احنا هي تعتبر مدخلات الحين، هي راح تفيد لكي تعالج، لكي ناخذ إجمالي الرواتب، لكي يعني نشتغل الرواتب الصافي إلى آخره. لا أقول ما راح تفيد، بالعكس راح تفيد، لكنها أصبحت بيانات. هو في الأصل دائما نحن نقول البيانات تعالج لتصبح معلومات، وهذه المعلومات ممكن بكرة تصبح مدخلات يعني موضوع ثاني فتصبح في شكل بيانات إلى آخره، يمكن أن نستفيد منها. إذا يا ملهم إذا كان تمت الإجراءات والمعالجة على يعني عنصر معين فهو يصبح إن أردنا يعني معلومة. نفس الشيء لما تأخذ مواد أولية، المواد الأولية هذه بتصنعها وكله تنقل تصبح يعني يعني منتج نهائي. واضحة الفكرة؟ واضحة الفكرة؟ إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج إذا أن التمايز بين البيانات والمعلومات، إن أردنا الفرق ما بين البيانات والمعلومات، أولا أن البيانات هي مادة خام يصعب اتخاذ القرارات على حولها، هذه النقطة الأولى. ثانيا الفرق الثاني الذي يمكن نتحدث عنه وهو أن المعلومات هي مادة تمت معالجتها بما يسمح باتخاذ القرار على حولها. وثالثا تتحول البيانات إلى معلومات، هذه هي جدا مثال، تتحول البيانات إلى معلومات بعد إجراء المعالجة عليها. تتحول البيانات هي التي تتحول إلى معلومات بعد النزول المعالجة على البيانات بطبيعة الحال.
العنصر الثالث الهام وهي المعرفة. المعرفة ما معنى المعرفة؟ مهم جدا أنه نعرف ما معنى المعرفة. إذا المعرفة هي الفهم المكتسب من خلال الخبرات والدراسة. أؤكد على هذا، المعرفة هي الفهم المكتسب من خلال الخبرات والدراسة، وليس الخبرة فقط وليس الدراسة فقط، بل وجب قبل كل شيء الدراسة، يعني نتحصل على جميع القواعد والقوانين والمعلومات اللازمة، ثم نمزج هذا بالتجربة. فإنها إن أردت معرفة كيف يا علي المعلومات تتحول إلى معلومات، لا، المعلومات يمكن تصبح بيانات في شخص آخر يا علي، يمكن تصبح بيانات في شخص آخر يا علي، واضح ولا؟ المعلومة بالنسبة لك أنت ممكن لك أنت هي معلومة، لكنها يمكن أن هذه المعلومة أخذها مع تجمعها بطبيعة الحال مع بيانات أخرى فتصبح في حد ذاتها بيانات. في موضوع ثاني إن أردت، إن ستقع عملية معالجتها وتصنيفها من جديد فهي تصبح بيانات بطبيعة الحال. إذا نرجع قلنا المعرفة، إذا المعرفة هي الفهم المكتسب من خلال الخبرات والدراسة، إنها معرفة كيف، أي نو هاو، كيف أي كيف تعمل الأشياء التي تمكن الشخص من إنجاز مهمة خاصة. يمكن أن تكون هذه المعرفة حقائق تراكمية، قواعد إجرائية، توجيهات إلى آخره. إذا المعرفة تتألف من بيانات أو معلومات نظمت وعولجت لكي نحولها إلى فهم، خبرة، تعليم متراكم. يمكن إلى هنا أن توافق الموهبة، الفطرة، الأفكار، القوانين، الإجراءات التي تقود إلى المعرفة وتطبيقها لحل مشكلة ما. فتعكس بذلك المعرفة النظمية، هذه المعرفة النظمية هي التي تعطي قيمة عالية للمنظمة، ولهذا السبب بطبيعة الحال المنظمات اليوم أصبحت تستثمر في المعرفة، وهي اللي حتعطيها الميزة التنافسية. هنا في تصنيف إن أردنا نورمال كاو كابوتشي صنف، وهو مهم جدا ضمن نعرفه من هذا التصنيف، صنف المعرفة إلى معرفة صريحة ومعرفة ضمنية، إلى معرفة صريحة ومعرفة ضمنية. إذا ما معنى المعرفة الصريحة؟ يعني بطبيعة الحال التصنيف هذا حسب الإدارة متحن. حسب إدارتها. إذا بالنسبة للمعرفة الصريحة، ما معنى المعرفة الصريحة؟ هنا لازم نعرفهم هذوما، يعني الفرق فيما بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية. إذا بالنسبة للمعرفة الصريحة هي معرفة منظمة، منظمة أولا، وهي محدودة المحتوى. ما معنى محدودة المحتوى؟ يعني ما راح نتكلم يمينا وشمالا إلى آخره. لو أردت أني أتحدث على طرفة بالفراولة فأتحدث على طرفة بالفراولة مثلا، يعني سمحوني في المثال فقط، حبيت يعني أوضح أنه محدودة المحتوى قد تصف بالمظاهر الخارجية لها ويعبر عنها، وما يمكن أن نعبر عنها إما بالرسم أو الكتابة أو التحدث، وخاصة هنا تكنولوجيا تتيح تحويلها وتناولها. يعني يمكن تكون مكتوبة مرمزة، يعني يمكن ندخل على الناس وناخذها مع أي إشكال، يمكن توصلك بصيغة، يعني حتى الشخص اللي ممكن يوصلها لك يوصلها لك بصيغة واضحة جدا. إذا فهذه تعتبر معرفة صريحة. أما المعرفة الضمنية وهذا هام جدا، هي معرفة، هي معرفة نعم، لكنها قاطنة في عقول وسلوك الأفراد. فهنا يمكن أن تشير إلى الحدث البديهي، الإحساس الداخلي. إذا إن أردنا هي معرفة صريحة، هي معرفة خطية، سامحوني، هي معرفة خطية. حرجعك يعني، حرجعك يعني المثال على الصريحة حقيقي يعني. إذا بالنسبة قلنا المعرفة الضمنية هي معرفة خطية تعتمد على الخبرة ويصعب تحويلها بالتكنولوجيا. إذا كيف تنتقل؟ إن المعرفة الصريحة يمكن نقلها، يمكن أن تنتقل ونحولها عن طريق التكنولوجيا، فالمعرفة الضمنية لا تنتقل إلا عن طريق التفاعل الاجتماعي. لا تنتقل إلا عن طريق التفاعل الاجتماعي. بعطيك مثال يعني، يعني ممتاز سؤال، يعني لو نعطيك مثال على معرفة صريحة، مثلا خليني نرجع بما أني أعطيتكم مثال الطرفة، الطرفة الفراولة. طلبوا مني بعض زملائي قالوا لي اطعم لنا طرفة، هنا اطعم لنا طرفة الفراولة. كل صراحة أنا ما عندي علم كيف أعمل هذه الطرفة، لكنني بطبيعة الحال لم أتراجع، قلت لهم ما عندكم مشكلة. بطبيعة الحال ماذا فعل؟ دخلت على النت
وبحث في مواقع اللي هي حق الطبخ او حق تحضير مثلا الضغطات، وكانت مواقع جد ممتازه وجد واضحه جدا. ثم حصلت على الوصفه الذي يمكن ان اتبعها، ان اتبعتها فيمكن لي ان احضر هذه الضغطه. بطبيعه الحال هذه الوصفه كانت واضحه جدا، فكانت المعايير والمقادير وطريقه التحضير واضحه وواضحه جدا، بحيث انه لو تتبع هذه التقارير هذه يعني المقادير وبطبيعه الحال الاجراءات المكتوبه بصيغه واضحه جدا، فانك يمكن ان تحصلها، رغم انه ليس لدي بطبيعه الحال يعني معرفه بعمل الطبخ مثلا. هذه تعتبر مثلا معرفه صريحه، يعني هي موجوده مكتوبه، يمكن ان تنقل عن طريق الأنظمة المنتجة في المعلومات أو عن طريق الدوكيمنت إلى آخره. بينما المعرفة الضمنية، المعرفة الضمنية مثلا أعطيك مثال داخل نفس موضوع الضغط، مثلا والدة استطاعت جارتها ليدهشوا مع بعض بعد العصر. عملت لهم الطرفة هذه مثلا بالفراولة وكانت ممتازة جدا. إحدى الجارات طلبت منها، قالت لها لو هل بالإمكان أنك تعطيني يعني طريقة تحضير هذه الطرفة. قلت صراحة انحرجت الوالدة وقالت لها الإشكال أني ما عرفت كيف توصل لها الفكرة، مثلا المقادير كم من جرام كم من كذا إلى آخره، كم دقة في الفرن، طريقة بالضبط ما قدرت توصل لها، هي تعرف لكنها طريقة توصيل هذه المعرفة فكانت يعني إن أردنا صعب الإيصال هنا بطبيعة، يعني صعب إيصالها عن طريق الكتابة، صعب إيصالها عن طريق التحدث مثلا. فيعني زعلت التجاره وبعدها راحت، راحت لها الوالده قالت لها ليش انتي زعلتي؟ بطبيعه الحال يعني بحيث انه يعني قالت لها احرجتيني امام جارتي ولم تعطيني هذه الوصفه. بالفعل قالت لها انا لا اقدر اني اعطيك هذه الوصفه، لكن بامكانك ان تاتي معي بطبيعه الحال بكره في المطبخ ويمكن ان نسوي هذه الطبخه مع بعض. الوالده هي لا تستعمل هذه المقادير مثلا 20 جرام او 30 جرام او مثلا في الفرن 180 درجه الى اخره، لا تستعمل، تستعمل مثلا الحواس الخمس، المذاق، الرؤيه، الاصابع الى اخره، فهذا كله يعطيها معرفه، لكن هذه المعرفه هي ضمنيه، المعرفه موجوده لكنها بطبيعه الحال وجب بطبيعه الحال ان تجلس مع اشخاص وكذا لكي ترمز هذه المعرفة لكي إن أردنا أن تصبح صريحة، لكننا لسنا بطبيعة الحال ليس الدقيقة إن أردت الشفاء أو الدقة أو لا أعرف كيف أوصل حتى أصل المعلومة، فهمتني أم لا؟ فهي المعرفة هي موجودة لكنها تعتبر معرفة ضمنية. وصلت الأمثلة يا شباب؟ سأكون أعطيكم أمثلة يعني على مجال ممكن خارج عن النظم، عندي أمثلة لكنني أعطيت دائما مثال أنه يمكن أن يكون بسيط جدا ويمكن ان يوصل الفكره الى جميع طلاب وطلاب. وصلت الفكره يا شباب؟ ممتاز جدا. اذا هذا في مجال تصنيف بطبيعه الحال او المعرفه الضمنيه يمكن لهذا تبطلنا اني كيف تنتقل؟ تنتقل بالتبع الاجتماع، فنجد مثلا في بعض الاحيان الصناعات التقليديه في الاعمال اليد الى اخره، نتذكر ان الجدود لما كانوا يشتغلوا كانوا يجيبوا ابنائهم معهم ويتعلمون الصناعه ويتعلمون طريقه تحضير الاشياء، لكن بطبيعه الحال ان لم تكتب هذه الصناعه، ان لم ترمز بطبيعه الحال ب يعني ذهاب صاحب الشأن وان لم يتبعه اي حد بطبيعه الحال سوف تذهب معه وهذه المعارف. لهذا سبب بالنسبة للمعرفة الضمنية قلنا أن تنتقل عن طريق التفاعل الاجتماعي أو العلاقات أو المعاملات مع الأشخاص. بينما المعرفة الصريحة يمكن نقله عن طريق الناس، يمكن نقله عن طريق الكتابة، عن طريق التواصل بصفة شفهية إلى آخره. واضحة الفكرة يا شباب؟ ممتاز جدا. إذا لو اخذنا الحين قدمنا البيانات والمعرفه والمعلومات، اذا هل هناك علاقه ما بين هذه الثلاث؟ نعم هناك العلاقه وهي علاقه تبادليه. فلو اخذنا انه ليست العلاقه انه كيف يمكن فقط ما بين البيانات والمعلومات، بل هناك علاقه ثلاثيه ما بين البيانات والمعلومات والمعرفه واكثر من ذلك، واكثر من ذلك ان اردنا، فمثلا
سنودن وعارف مجال نظم المعلومات ركز على ان اردنا الحكمه مفهوم الحكمه فيمكن ان نذهب اكثر من معرفه ونذهب الى الحكمه اصلا من الرسول اصلا الله سبحانه وتعالى في كتابه يعني في ايه في سوره لقمان يعني الايه رقم 12 قال واتينا لقمان الحكمه اذا فالحكمه هي اعلى شانا من المعرفه اذا سنودن قدم نظره مختلفه فركز على مفهوم الحكمه والذي يركز على دور المعرفه والمحتوى خلال تحول البيانات الى معلومات وما يمكن ان يتفرق منها. اذا قلنا خلينا نفهم الفرق ما بين الثلاثه والاربع عناصر هذه. نعم يا ملك جزاك الله خيرا. نعم يا ملك جزاك الله خيرا. فلو اخذنا مثلا البيانات علشان تتحول الى معلومات لازم معالجه صح ولا لا؟ وجب معالجه هذه البيانات. لما نريد ان نعالج هذه البيانات بطبيعه الحال وجب يكون عندنا معارف بماذا؟ ما هي الانظمه والتكنولوجيات التي يجب ان نستعملها؟ وطريقه استعمال هذه الانظمه. اذا هنا ياتي دور المعرفه. وهي بطبيعه الحال من خلال الدراسه ومن خلال التجارب يمكن لي ان اعرف مثلا طبيعه هذه البيانات، كيفيه معالجتها، وكيف احصل على المعلومه المناسبه. لكن الحكمه اكثر من ذلك، الحكمه هي ان اردنا جمع قدرات الافراد لتزويد معرفه لحل مشكله ما. اذا ان اردنا يمكن ان نقول هي القدره على استخدام المعرفه لكي نحقق غرض معين. ويمكن ان نحقق ايضا الحكمه نتيجه تراكم مجاميع من المعرفه. مثلا في نظم الحاسوب لو اخذنا في مثال في مجال الحاسوب يمكن ان نجمع بيانات ونعالجها وينتج عنها بطبيعه الحال معلومات والى احيانا نؤمن معرفه لكن هنا وهذا هام جدا لابد من اضافه حكمه الافراد لكي نؤمن نظام معلوماتي فعال. هل هذا واضح؟ واضح يا شباب؟ ممتاز جدا. لان هذا فيما يخص المعلومات والبيانات او البيانات والمعلومات والمعرفه والنظره التبادليه فيما بينهم وايضا ضغطنا عليها الحكمه لاعلى من المعرفه. اذا حصل الحين ان اردنا لنهايه هذا الفصل الاول والشق الاول خاصه اذا وصلنا لتعريف نظم المعلومات وما معنى نظم المعلومات الداريه. انا كنت اول لقاء تحدثت وقدمت لكم بصفه يعني سريعه ما معنى نظم المعلومات. هم جدا انه نعرف ما معنى نظم المعلومات، يعني يقول لك تدرس نظام معلوماتي او نظم معلومات اداريه، ما معنى نظم معلومات؟ هل هو حافظ حق؟ الاجابه لا. اذا نظم المعلومات هنا هي مجموعه من العناصر الاساسيه وهي تشكل موارد ضروريه مطلوبه. ما هي هذه الموارد؟ خمس موارد مطلوبه. اولا متكامله بطبيعه الحال. اذا اولا هناك الموارد الماديه يحسن نسميها الهاردوير. هناك لا يمكن ان يشتغل لحاله الهاردوير. اذا وجب ان يكون معاه البرمجيات وهو العنصر الاساسي الثاني. اذا الهاردوير ثم السوفتوير. ايضا من سيشتغل عليه ممتاز يا بس؟ من سيشتغل عليه؟ الافراد او البيبل او هيومن ريسورس. على ماذا سيستغلون؟ بطبيعه الحال على البيانات ممتازه شفاء. وبطبيعه الحال لا يمكن ان ننسى اليوم العنصر الخامس اللي هو هام جدا والذي بدونه لا يمكن ان يعني نبحث عن نتائج وهي الشبكات او نتوركس. لكن هل هذا يكفي؟ لا يكفي هذا لتعريف او لتقديم مفهوم لنظم المعلومات. فوجب بطبيعه الحال اضافه شيء مهم جدا وهي الاجراءات البروسيدرز ان اردنا الاجراءات التي تقوم بجمع هذه البيانات بمعالجه هذه البيانات بخزنها. وايضا في الاخير بطبيعه الحال لما عالجنا وصنفنا ويعني هذه البيانات فانها ستصبح معلومات. اذا فنحن نتحدث على اجراء نقل هذه المعلومات اما داخل او خارج المنظمات ويمكن يكون ذلك بشكل بيانات صور او اصوات الى اخره. اذا اعيد التعريف. نظم معلومات هو مجموعه وهام جدا هنا هو مجموعه من العناصر الاساسيه التي تشكل الموارد الضروريه المطلوبه وهي المكونات الماديه والاجهزه، البرمجيات او المكونات البرمجيه للانظمه الحاسوبيه،
الافراد، البيانات، الشبكات، اجراءات تقوم بجمع معالجات ونقل المعلومات داخل او وخارج المنظمه بشكل بيانات ورق اسواق الى اخره. بينما النظم المعلومات الإدارية هو نفس التعريف الأول، هو نفس التعريف الأول بالنسبة لنظم المعلومات الإدارية، فقط سوف نضيف فيه أنه يعني المعلومات التي يمكننا منها هذا النظام معلومات يمكن أن يكون بطبيعة الحال هام لاتخاذ القرارات الإدارية والقيام بوظائف الإدارة المناسبة، وهي التخطيط والتنظيم وتوجيه الرقابة. إن أردنا إذا أعطيكم تعريف نظم المعلومات الإدارية، هو نظام محوزة، لما نقول محوزة كمبيوترات أظن شوفوا هنا نعطيكم يعني مثال للضمن، يعني هو لم يتحدث عن الهاردوير كله، يعني هو تحدث نظام محوصة، ولما نقول محوصة يعني كمبيوترات يعني يعتمد على الحاسب الآلي. إذا ضمنيا تحدث على الموارد المادية، إذا هو نظام محوصة متكامل وشبكات متناسقة من إجراءات حيث تقوم بمعالجة البيانات وتكاملها بمصادر مختلفة. هذه البيانات بطبيعة الحال تكون داخلية من خلال الوظائف المنظمة، تصويت مالية ومحاسبة إلى آخره، ويمكن تكون خارجية من خلال موردين محاسبين استقرارات إلى آخره، إذا وتكاملها بمصادر مختلفة، وذلك لتهيئة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية والقيام بوظائف المختلفة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقة. إذا ما هي فوائد نظم المعلومات الإدارية؟ العديد من الفوائد يمكن أن نتحدث عنها. أقول صراحة سأمر عليها لكي لا أرهقكم، إن أردت يعني سوف لن أرهقكم بالعديد من المعلومات فيما يخص الفوائد يعني التعداد، لكن يمكن نعرفها وهي سهلة جدا. إن أردنا من فوائد نظم المعلومات الإدارية، بعد عليها بصيغة سريعة، تقديم المعلومات في المستويات الإدارية المختلفة، وهي المستوى التشغيلي والمستوى الإداري والمستوى الاستراتيجي، أيضا تقديم المعلومات إلى الأقسام المختلفة، أي قسم يمكن يكون في المجال المالي، المحاسبي، الهيومن ريسورس، يعني كواليتي، شو اسمه المخزون إلى آخره، تسويق، تصنيع، بغية الإصلاح العقارية سواء كانت هذه تجميعية أو تفصيلية عن مصادر المنظمة. أيضا تسهيل المعلومات الملائمة بشكل مختصر وفي الوقت المناسب إذا هي الظروف المناسبة لصنع القرار. أيضا تقييم النتائج والنشاطات في المنظمة لتصحيح أي انحرافات محتملة بصفة سريعة، يعني مساعدة على تنبؤ مستقبل المنظمة والاحتمالات المختلفة التي تواجهها. تحديد خانات الاتصال الأفقي عمودي بين وحدات إدارية مختلفة، الهدف منه هو تسهيل عملية ترجيع البيانات. أيضا يمكن نتحدث على تسويق المستفيدين والباحثين بالمعلومات التي يقومون بها بصفة سريعة، أيضا الإحاطة المستمرة بالمعلومات عن التطورات الحديثة، تسهيل التحول بين نظام مختلف، وخاصة هنا أيضا من فوائد نظم المعلومات الإدارية هي حفظ البيانات والمعلومات المختلفة في المنظمة. يعني هذا بصفة سريعة إن أردنا فوائد نظم المعلومات الإدارية. واضح يا شباب؟ بصفة سريعة أخذنا. إذا خلينا نشوف الموارد اللي قدمناها، وهي هامة جدا جدا بالنسبة لي أنا. الموارد اللي قدمناها وهي الخمس موارد الضرورية أو الأساسية بالنسبة لنظم المعلومات، وهي هامة جدا. إذا هناك الموارد البشرية، قلنا تحدثنا عنها، هناك الموارد المادية، البرمجيات، البيانات والشبكات والاتصالات. إذا خلينا نبدأ نخطو، إحنا لو نرجع للتعريف، قلنا هي مجموعة من الموارد الضرورية، أول شيء هي الموارد المادية، نسميها الهاردوير ريسورسز. الموارد المادية بطبيعة الحال كل ما يهم الكيبورد، الشاشة، الماوس إلى آخره، ماذر كابل، ملموسة يعني حركة، ممتاز جدا يا شيخ. أيضا الموارد البرمجية، هنا بطبيعة الحال لازم نعرفهم، إيش هم الموارد البرمجية؟ سوفتوير ريسورسز. سنجد مثلا الأوبريتنج سوفتوير، يعني برمجيات التشغيل، سامحوني نتكلم باللغة الإنجليزية، سنجد هناك برمجيات التشغيل، برمجيات التطبيقات، النصوص، الإجراءات. هذه هي كل هذه تعتبر من الموارد البرمجية. مهم جدا انكم تعرفوا. ثالثا قلنا بطبيعة الحال يلزم البيانات، موارد البيانات، وقلنا البيانات التي يمكن نتحصل عنها من الوظائف المنظمة
داخلية أو أيضا من العلاقة بالمنظمة مع أمريكا وخارجية. ورابعا من سيشتغل بطبيعة الحال على هذه البرمجيات والموارد المادية ومن سيستعمل هذه الآلات بطبيعة الحال؟ قلنا الأفراد أو الموارد البشرية من هم الموارد البشرية؟ ما المقصود بالموارد البشرية؟ هنا المقصود بالموارد البشرية يمكن يكون أنا أنت أي شخص آخر، إذا مستخدم النهائي أيضا متخصص نظام معلومات، محلل النظم، المبرمج، المشغل، كل هي تدخل في مجال الموارد البشرية أو الأفراد البيت إن أردنا. ثم العنصر الأخير وهي موارد الشبكات والاتصالات، وهي هامة جدا. هنا المقصود بها ما شاء الله عليكم بطريقة الحال وسائط الاتصالات، دعم الشبكات إلى آخره. ممتاز يا ساتر يا شفاء يا سارة، يعني ما شاء الله عليكم. واضحة الفكرة؟ إذا آخر نقطة سوف نقدمها اليوم وسوف ننهي بها إن شاء الله هذا الشابتر الأول، وبطبيعة الحال مع المحاضرة المرئية الرابعة نكون قدمناها ونكون وصلنا البرنامج بتاعنا اللي خططناه. إذا إن أردنا أن نظام معلومات بطبيعة الحال يعطيك معلومة يعني خلينا نقول ممتازة أو معلومة ذو جودة يعني عالية يمكن أن تستفيد منها، فواجب أن نعطي ما هي الخصائص لجودة المعلومة، هنا يمكن أن نقسم هذه جودة المعلومة إلى ثلاث أبعاد بالنسبة للجودة بتاعها، واحد البعد الزمني، بعد المحتوى، البعد الشكلي. انتبهوا جيدا من هذا، رو يسأل عنه هذا يا شباب، يسأل عنه يعني خصائص جودة المعلومة، يعني سهل جدا يعني حتى سؤال. إذا مثلا البعد الزمني، هذا يمكن أن نجد العناصر التي تنتمي البعد الزمني التي يكون وهذا يتابع البعد الزمني ويعتبر من خصائص جودة المعلومة. لما تكون معلومة في الوقت توقيت ممتاز جدا يا شيخ، هذه تعتبر معلومة ممتازة وذو جودة. لما نقول أن هناك تداول معلومة، الحداثة، التواتر، التكرار، الفترة الزمنية التي أتت فيها هذه المعلومة، كل هذه العناصر التي تنتمي إلى البعد الأول وهو البعد الزمني فهي يمكن أن تؤدي إلى جودة المعلومة. واحدة ثانيا البعد الثاني وهو المحتوى، وبعد المحتوى إن أردت هنا المقصود ببعد المحتوى بطبيعة الحال الدقة، الواقعية، الثبات، الأداء ممتاز جدا، الصدق، الملائمة، الإيجاز، الشمولية، يعني كل هذه عناصر التي تعطينا بطبيعة الحال يعني محتوى ممتاز جدا وبطبيعة الحال يعني يكون ذو جودة يعني عالية. العنصر الثالث أو البعد الثالث وهو في الشكل، احنا دائما احنا نقول يعني بطبيعة الحال الله جميل ويحب الجمال، يعني في بعض الأحيان نحن نشتري المنتج على شكله وليس على في بعض الأحيان على محتوى. إذا البعد الشكلي والبعد الشكلي يعني جودة للمعلومة، من بينها مثلا الوضوح، المرونة، التقديم، ترتيب التفاصيل، الوسائط. إذا الميكيميديا كل هذه بطبيعة الحال يعني من العناصر التي وسائل التي يمكن أن تكون يعني أو العناصر الهامة في البعد الشكلي والتي تعطي للمعلومة جودة. العلاقة بين من ومن؟ كيف؟ يا سلام، نفهم العلاقة بين من ومن ومن؟ ما عندك مشكلة؟ إيه سؤال؟ ما معنى التحديد؟ هذا هو السؤال؟ يعني هي طريقة تقديم المعلومة بشكل مناسب، يعني يمكن يكون خاصة إذا كان الإدارة العليا بشكل مختصر، إن كان في تقرير يمكن أن مفصل بشكل كمي، بشكل وصفي، عن طريق رسومات، مخططات، هذه المقصود بها. واضح ولا ما معنى التقديم؟ يعني هل هناك علاقة فيما بينهم؟ طبيعة الحال هو دائما يعني ليس بصره، هو كلهم عندهم علاقة طبيعة الحال.
ورشدة. سؤال هنا يمكن أن نعطيكم مثلا من خطاء جودة المعلومات نجد البعض الثمني ومن عناصره أعطيكم مثلا خيارات أربع خيارات. إذن أظن أننا وصلنا اليوم ننهيه هذا اللقاء الحي الثالث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله الاختبار سهل، ما عندكم أي مشكلة يا سارة. تتحول المعلومات إلى بيانات، هذا خطأ خطأ خطأ، هي البيانات التي تتحول إلى المعلومات بعد الإجراء المعالج عليها وليس العكس يا سادة. لا بالنسبة للمنتدى الأسئلة والرسل سفرنا مفتوحة، هذا إنه من عندي يعني، هذا يشوفوا إدارة الفنية بدأ في عماد التعليم عن بعض. إذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نلتقي مع بعض يوم الاثنين المقبل في الساعة 8:15 دقيقة. إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.